ويسأل ويقول هل يجوز أخذ الأشرطة التي يوجد فيها سب ونقد للمشايخ وطلبة العلم؟ لا، هذه يجب إتلافها، يجب إتلافها لئلا يحصل في بين المسلمين افتراق وسوء تفاهم. نعم، تتم للجواب. ولا يجوز توزيع الأشرطة إلا إذا كان فيها فائدة علمية وهي صادرة من العلماء الراسخين في العلم معروفين. أما توزع أشرطة من هب ودب وفيها السباب وفيها السخرية والشتم والتحريش، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز.